ومن ضمن اللافتات الجميله اللي عايز ابتدي بيها حلقه النهارده في صوره يا ريت نعرضها يا جماعه دلوقتي، وهي خاصه باثنين من مشجعي النادي الاهلي اللي راحوا مران الفريق النهارده وازروا علي لطفي بشكل اكثر من رائع. الصوره هي زي ما احنا شايفينها مع حضراتكم، عاملين زي صور مجمعه للاعب، واكيد شدوا من ازروه بشكل كبير جدا من خلال بعض الكلمات الهامه اللي مش بتمثلهم هم بس، لا دي بتمثل كل جمهور النادي الاهلي اللي حريص بشكل كبير جدا على دعم هذا الحارس واللي ادى بشكل اكثر من رائع وتصدى العديد من الهجمات القويه بالنسبه لفريق فيتا كلوب. فبالتالي دي المؤازره الحقيقيه وده الوعي الواضح جدا جدا من جمهور النادي الاهلي، عارفين جدا مدى اهميه مؤازره حارس زي علي لطفي. بعد في الحقيقه كان في هجوم كتير في بعض الفترات على هذا اللاعب بعد الدقائق القليله اللي خدها في مباريات قليله جدا، فبالتالي ممكن ما كانش موفق فما كانش فيه ثقه كبيره، لكن في الحقيقه خلاص الثقه كسبها كل جمهور النادي الاهلي في علي لطفي.